الو السلام عليكم شباب. دونك بعد ما كملت معاكم لاناليز ديال البارتي الاولى من لو رومواتيز لو ديرني جور دان كونداني، يعني البارتي الاولى اللي كتمتد من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 21. دونك نحاولوا نخدموا دي زيكزامان اللي كنتحطوا في لو ديرني جور دان كونداني. اليوم ان شاء الله لوبجيكتيف ديالنا في هاد لا فيديو اننا نشوفوا لا كوريكسيون ديال ليكزامان ريجيونال دو فاس راتراباج 2014. تري بيان، دونك هذا هو ليكزامان اللي غادي نخدموا اليوم. دونك كيفما العاده خط حط معايا ورقه وستيلو، حاولوا تنوطي معايا الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون. ديجا لحقت لكم هاد ليكزامان في ستوري وقلت لكم خدموا، دونك الناس اللي خدموا راه غادي يستافدوا كثر، والناس اللي ما خدموش حتى هما راه غادي يستافدوا. تري بيان، الو مزيان. دونك بالنسبه لهاد ليكزامان، دونك نقراو التكست هو الاول. الو تري بيان، بيسيتر كونداني امور. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Très bien, donc si autrefois. Alors maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre. À mes côtés, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable. Et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi au grill de mon cachot, et puis mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle, et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient le temps de s'entrouvrir, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille condamné à mort. Très bien. Donc, comme vous le voyez, c'est le texte qui a été fait de l'examen de l'FAS 2014. Donc, déjà, ce texte sera le chapitre 1 à le roman, les gens qui ont été. Donc, nous allons faire un résumé bref, parce que nous sommes dans le chapitre 1. Et je vais vous montrer que vous avez compris le texte. Donc, pour le chapitre 1, nous avons fait le narrateur de l'année. Fin qu'un 15 Bicêtre. Très bien, mais je vous dis que Bicêtre, c'est la prison de Bicêtre. إذا لاحظتوا معايا الشابيتر بداش عندنا بكوندوني امور اي سو تيرمين بار كوندوني امور، وهنا كنبينوا كيفاش ديك ليدي كانت مسوليه على لو ناراتور ديالنا. دونك لو ناراتور ديالنا ايتي اوبسيدي بار ليدي دو لا كونداناسيون امور، يعني كانت مستحوذه عليه، كانت ساكنه ما كتخليش ينعس اكسيتيرا. دونك هنا لو ناراتور ديالنا هو في بيسات غادي يبدا يهضر مع راسو، كنا سمينا هذا مونولوغ انتيريور. تري بيان، دونك حاولوا تفرجوا في لي فيديو ابس بداو ليكزامان. قلنا له في مونولوغ انتيريور هضر لنا فيه على الباسي ديالو اللي بدا لينا بعد اوتر فوا. دونك هضرنا على الباسي، دونك بالنسبه للباسي سي اوتر فوا، وهضرنا على هضر لينا على البريزون ديالو. بالنسبه لاوتر فوا قال لينا بانني يعني كنت ليبر، نقدر نقولوا انه كان ليبر. وبالنسبه لمانتونون قال لينا بلي انا جو سوي كابتيف، يعني هو دابا في هذه اللحظه راه هو مسجون، يعني هذا الشيء في بيساتر راه 5 سيمين، ها هو 5 سيمانات هو في بيسات. تري بيان، الوغ هنا كتشوفوا معايا التكست، الوغ في الاخر قال لنا جو فيان دو ميفيي كوندوني امور اكسيتيرا. دونك هذا هو التكست اللي عندنا، ما بغيتش نشرح لكم التكست لان ديجا شارحو، غير الا شرحته غتفهموا كثر لي كيسون. دونك نحاولوا ما نشرحوش بزاف التكست، متفقين؟ الوغ هنا عطاوناكم ليكسبليكاسيون ديال واحد لي مون سبيكتر، يعني بعض المرات كيدير لكم ليكس بحال هنا، عطاونا سبيكتر. سبيكتر يعني بحال واحد الفونتوم، بحال شي شبح اكسيتيرا، هذيك ليدي كانت بحال شي شبح. ان غوفران، غوفران يعني هذيك اللي كتكون في البويزي، يعني كتبقى تعاود، متفقين؟ شي حاجه كتبقى تعاود، هذيك اللي كتعاود في البويزي، يعني هي بحال كتبقى واحد الصوت كيبقى يتعاود لي فوندو كوندوني امور كوندوني امور كوندوني امور، يعني كيذكرو ديما بالمصير ديالو لو سور ديالو ديال لو ديستان. وهنا عطينا لو سومي كونفيرسيف، يعني انه هذيك ليدي ديال لا كونداناسيون، الفكره ديال انه محكوم بالاعدام، كانت كونفيرسيف يعني متشنج اجيتي، يعني كيبقى يتحرك بزاف النعاس ديالو، يعني ما مرتاحش، ما كيطيحش غمضه واحده كيف ما كنقولوا، يعني كيبقى يتحرك بالليل اكسيتيرا. الوغ غادي نبداو لي كيسيون ديال هاد ليكزامان، هو فواحد ليكزامان اللي كان في المتناول. تري بيان، دونك لا كيسيون الاولى غنحاولوا اون ميم طون نقراو لي كيسيون اون ميم طون نجاوبوا على لي ريبونس. دونك لا كيسيون الاولى اللي كانت عندنا في ليكزامان، دونك كيف ما العاده كيكون عندنا جوج البارتي ديال ليكزامان،
البارتي الاولى اللي تي ديال التكست كتكون عليها 10 ديال النقاط دي بوين، ولا برودكسيون اكريت هي عليها 10 نقاط. تري بيان. الو بالنسبه ل ا اون فوز ابيون سير فوت كونيسونس دو باتكس باتكس او بيان ديال التكست، يعني قال لك من خلال داكشي اللي عارف انت كومبليتي لو طابلو سويفون ابري لافوار ريبرودوي سير فوت كوبي، يعني من بعد ما تنقل هذا هاد الطابلو تنقلو في الكوبي ديالك في ليكزام غتحاول تجاوب على هاد لي كيسيون. جينيرالمون هاد الطابلو راه ولفنا عليه. دونك هنا عطاونا لو نوم دو لوتور وعطاونا لا تيز كي ديفون دون لوفر. الوغ كومونسون دابور بار لو نوم دو لوتور. تري بيان. دونك بالنسبه لا كيسيون الاولى ان دونك عندنا لو نوم دو لوتور. دونك تري بيان، كيف كتعرفوا معايا جميع انه لو دير هاد تيكس عندنا سيت ان ليكس تري ديال لو ديرني جور دان كونداني. L'auteur d'elle, c'est Victor Hugo. Très bien, donc c'est Victor Hugo. Donc, il y a des informations. Il y a des conflits d'examen. Donc, c'est Victor Hugo. Très bien. Alors, il y a dit A. Bnisva B. Kalulina la thèse. Qu'il défend dans l'œuvre. La thèse qu'il défend dans l'œuvre. دونك رد معايا البال لهاد لا كيسيون راه مهمه بزاف. لا تيز كيل ديفون، دونك ديما ديجا هاد لا تيز كتكون بزاف في ليكزام، اما تيقول لك لا تيز هي الاطروحه، الاطروحه اللي كيدافع عليها شكون هو فيكتور هيغو الكاتب ديالو في هاد الغومون ديالو. دونك حنا عارفين لوبجيكتيف ديال فيكتور هيغو راه كان باين واضح، باكثر ما انه ماركزش لينا، كان قلنا انه خلى لينا البيرسوناج انونيم، يعني ما قالش لنا شنو سميتو او الكريم اللي دار اكسيتيرا، غير حنا باش ما نبقاوش نعطيو بقاو حنا نديرو لاناليز ديالنا، يعني نعطيو لو جيجمون ديالنا واش هو كيستاهل عقوبة الإعدام أو ما كيستاهلش، بقدر ما أنه بغا يورينا لي سوفخونس، يعني أنه بغا يواجه ديك لا بين دو مور لي كانت في لا فرونس، متافقين؟ دونك لا تيز كي ديفون دون لوغز تو سامبلومون سي أبولير لا بين دو مور، أو بيان أبولير لا بين كابيتال، لا بين دو مور. دونك كاين عندنا بزاف لي فيرب لي نقدرو نستعملوهم في ليكزام. كاين عندنا لو فيرب ابولير، كاين عندنا مثلا لو فيرب ميتي نقول لك بلي دوايي، دونك نقدروا نقولوا بلي دوايي كونتر لا بين دو مور، او بيان مثلا ليتي، دونك ممكن نقولوا ليتي كونتر لا بين دو مور، هادو كلهم كيعنيو محاربات اكسيتيرا. ممكن نقولوا لي فيرب، ممكن نديروا لي نون، متافقين؟ ممكن نقولوا مثلا l'abolition de la peine de mort. Et mon goulot abolir la peine de mort. Ou bien, je n'en goulot, l'abolition de la peine de mort. T'as fait? Donc, l'abolition. Donc, l'abolition de la peine de mort. Alors, Benis va dire la question 1. Donc, sur la question 2. Donc, Benis va la question 2, il y a 9 l'examen. Très bien. Donc, la question 2. Ce passage, donc question 2A, ce passage se situe-t-il au début, au milieu ou bien à la fin de l'œuvre? Donc la question, réponse à celle-là. Donc, le passage se situe au début de l'œuvre. Donc, il y a une salle, il y a le dernier jour d'un condamné ou les résumés de l'homme. Donc, il y a la situation du passage. Il y a sous forme de question. Tu as fait? Il y a une situe le passage. Il y a le passage, ou bien le début, ou le l'ouest, ou bien la fin. Donc, il y a l'œuvre. او لا من غير اللي قاري لوفر اللي دار غير لي ريزيمي راه غادي يعرف انه هذا الباساج راه كاين عندنا او ديبي. تري بيان. دونك لا ريبونس عندنا هنا نحاولوا نجاوبوا على لا كيسيون بي. ا كي ليو رونفوا لو نون بيسيتر. دونك الى مكان كيرجع لي لو نون بيسيتر ان ليو هو ملي قال لنا هاد مي بغا يكتب لنا الغومون ديالو قال لنا الفوق بيسيتر كونداني امور. دونك فين البلاصه في بيسيتر؟ سي لا لا بريزون. تري بيان. دونك لا ريبونس هي لا بريزون. تبارك الله عليك. دونك هنا غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد لي ريبونس. دونك عندنا كيسيون 2. دونك بالنسبه لكيسيون ا نقولوا سو باساج، ديما نحاولوا معايا لي ريبونس نحاولوا نبداو من البداية. سو باساج سو سيتي او ديبي دو لوفر، متافقين؟ سو باساج، دونك سو باساج، سو باساج سو سيتي او ديبي دو لوفر. مزيان. Après la question B, il y a le lieu qui est arrivé à l'Ibisat, donc
كاع لي ريبونس راهم صحاح، يا اما نكتبوا ليهم مثلا اون بريزون او بيان لا بريزون دو بيساتر، تافقين؟ دونك مهم غير تكون لا ريبونس ديالك صحيحه، او بيان مثلا نقولوا لا بريزون ديسيني او كوندامني ا مور. دونك هنا عندنا دو بوين تري بيان. دونك مباشره غادي نمروا لاناليز دو تيكست، دونك غنبداو في لي كيسيون اللي عندهم علاقه بالتيكست. دونك هنا قالوا لنا 3 ا، كيل سونساسيون برودوي ليدي دو لا كوندامناسيون ا مور شي لو ناراتور. من بعد كيل سونتيمون سيت سونساسيون فيت تيل ايبروفي اون ناراتور. تري بيان، ردوا معايا البال لهاد لا كيسيون راه مهمه بزاف. دونك ديما الى بان لك شي كيسيون فيه ا او بي حاول تقراهم بجوج، لانك بعض المرات تقدر تجاوب على بي في بلاص ا، تعرفين تقدر تجاوب على لا كيسيون بي تجاوب على ا ولا اولا تجاوب على. دونك لي كيس ديما نقراهم هاد لي كيسيون كيكونوا ليين بعضياتهم اللي كيديروا لكم فيهم ا بي سي. تري بيان، دونك هنا قال لك لا سونساسيون برودوي، شنو هي؟ لا من تنقول لك لا سونساسيون كاين بزاف ديال لي سينونيم، مثلا سونساسيون هي مثلا لامبريسيون، مثلا انطباع، اولا اكثر من انطباع هي الشعور. لا سونساسيون هي الشعور يعني عقل، يعني هنا خاصك تفهم لا كيسيون انها شي حاجه فيزيكمون. قال لك شنو هي لا سونساسيون؟ شنو الشعور او الاحساس ياك؟ برودوي ليدي دو لا كوندانسيون ا مور شي لو ناراتور. دونك غنجاوبو عليها من التكست. هذيك الفكره ديال الاعدام، شنو هي الاحساس اللي كانت كدير اللي كتنتجو عند لو ناراتور؟ شنو هو باش كان كيحس لو ناراتور ديالنا؟ متفقين؟ الوغ شنو هو الاحساس اللي كانت كتنتج فيه برودوي؟ ومن بعد قال لك شنو هو هاد لو سونتيمون؟ كيل سونتيمون دو سيت سونساسيون فيتيل ايبروفي اون ناراتور؟ الوغ شنو هو لو سونتيمون لي كديرو لي كي يعني باش غادي نقدروا نكاليفيو هاد لو سونتيمون؟ تري بيان، الوغ نمشيو لاك نمشيو لا تيكست، نقراو التيكست ديما لي ريبونس ديالها، نحاولوا نقراو التيكست مزيان نفهمو. دونك هنا قال لك كونداني امور، فوالا 5 سيمين كو جابيت افيك سيت بونسي، توجور سول افيك ايل، توجور غلاسي دو سا بريزونس، توجور كوربي سو سون بوا. تري بيان، رد معايا البال، هنا كاينه لا ريبونس. دونك هاي قال لك 5 سيمانات وانا ساكن مع هاد الفكره، اين بونسي؟ كال بونسي؟ اين فكره ساكن مع لو ناراتور؟ هي هادي، هي الفكره ديالها، هي ليدي دو لا كوندانسيون امور، هادي هي الفكره. دونك شنو هو يعني 5 سيمانات وانا ساكن مع هاد الفكره؟ توجور سول، ديما انا وحيدا معاها، توجور غلاسي دو سا بريزونس. هاي الريبونس فين كاينه؟ توجور غلاسي دو سا بريزونس. دونك هادي هي الريبونس. وتا هنا عندنا لا ريبونس، توجور كوربي سو سون بوا، توجور غلاس، غلاس يعني انا مبردني لا بريزون، ديما انا مبرد في الحضور ديالها. توجور كوربي سو سون بوا، ديما انا متني يعني ظهري متني، داك الثقل ديال الثقل ديالها، يعني بحال شي ماس، بحال شي واحد حاط عليك شي كتله، واحد الماسه كبيره ومثقله عليه وما كتخليش يزيد. دونك هادو جوج ديال لي فراز اللي درت لكم هنا فيهم واحد لي سونساسيون فيزيكمون، انه فيزيكمون هنا كتحس، كتخليه يحس بالبرد، وهنا بحال شي كتله محطوطه عليه. دونك هذه هي لا ريبونس، هذه هي لا ريبونس ديال لا كيسيون. تري بيان، دونك احنا لقينا الريبونس. ومن بعد قال لك شنو هو لو سونتيمون؟ شنو نقدروا نسميو هاد لو سونتيمون؟ لي سونتيمون راهم ساهلين، ديما حنا كنهضروا عليهم في كنعطيهم لكم في الاناليز، تنقول لك شنو هو هاد السونتيمون، يعني كيل سونتيمون كديروا هاد ليدي ديال لا كوندانسيون امور. كاين عندنا بزاف ديال لي سونتيمون كتخلي لنا غاتو يحس بهم. اول سونتيمون كاين عندنا ديال لونغواس، متفقين؟ سي ان سونتيمون دونغواس، ها ديال القلق، ديال الالم، اكسيتيرا، سونتيمون دو تيرور. دونك ديما كنبقاو نلعبوا بهاد لي سينونيم، كاين سونتيمون دونغواس، ديال لوغور، ديال تيرور، متفقين؟ دونك ردوا معايا البال، هاد لي سينونيم راه كيبقاو يتعاودوا بزاف في لاناليز ديال لي تيكس. الو تري بيان، دونك هنا فهمنا لا كيسيون، الو مبقى لينا الا نديرو لا ريبونس. دونك هنا الوغ كيسيون 3 ا، دونك عندنا ان سونساس نقولو لا سونساسيون دو فرواد، دونك و لا جيستيفيكاسيون هي اللي عندنا في التكست، تعرفين هي لا جيستيفيكاسيون، توجور غلاسي دو سا بريزونس. دونك هي لا جيستيفيكاسيون، toujours glacé de sa présence. Donc هنا عندنا سنتيمون ديال البرد، يعني مبرداه، متفقين؟ وكاينه عندنا
La sensation, qui a une réponse à donc je vais vous donner la sensation d'une masse, il n'y a pas de chicoute là, d'une masse pesante, maintenant d'une masse pesante, faisant fléchir, fléchir, il n'y a que fléchir le corps, il n'y a pas de chicoute là. Ou la justification, il est à une toujours courbé sur son poids. Dimen anam hni tahet tqol diala. Alors toujours courbé sous son poids. Donc a dit la réponse. Très bien. Alors, amchiou la question 4. Bnisba la question 4, chnou galou lina. La proposition suivante est-elle vraie ou fausse? Le narrateur menait une vie misérable et malheureuse même avant sa condamnation. Adna nusnokta, elle est vraie ou bien fausse? Nusnokta, elle a la justification. Très bien. Donc, elle couche le narrateur de la proposition le narrateur menait une vie misérable. Misérable, j'aime la misère, le boss. Et malheureuse même avant sa condamnation. Le narrateur, c'est elle de la question. Quand qui est une vie de Issa, ou tu es Issa malheureuse, malheureuse. Même avant sa condamnation, avant qu'il ne soit condamné à mort, la condamnation à mort. Donc, finalement, comment je vois la force? Elle a dit. Donc, c'est de la proposition. Donc, la réponse, il y a les journées. La réponse est fausse. Très bien. Elle a changé le texte de force. Sinon, à chaque texte, à chaque livre, le paragraphe, les kibirines, anani, anakin, aïs, farhan, aïs, saïd, comme les hikmoulia. Quand on a dit, vous avez des justifications. Ah, on a pas de justifications. Tu vois? Donc, zed. شوف كي قولي نانتا قال لك سيدي اوتر فوا هاي اوتر فوا شحال هادي شوف لامبارفي شوف شوف فين هاي سيتي توجور في دون مون ايماجيناسيون واحد الحفله ديما واحد الحفله المخيله ديالي انت الا بغيتي تسرع وتجي ومن الاخر اش تقول لهم ها لا جيستيفيكاسيون جيتي ليبر انا كنت حر نقدر ندير اي حاجه بغيت جو بوفي بونسي ا سكو جو فولي سي لا ريبونس فين كيدرا يعني اي حاجه نقدر نفكر فيها اي حاجه نفكرش فيها كنقدر نديرها دونك هاي لا ريبونس دونك يعني هاد البروبوزيسيون اللي عطاونا راها فوس. Alors, vous venez de la proposition, la force, elle est. Donc, nous avons une question. Quand il y en a 4, A, on dit la force ou on dit la justification. Donc, tu as le mot de job, on a dit que nous avons fait l'examen. Donc, force. Yak. On a dit que la justification, on dit maintenant entre guillemets, on a dit qu'il y a une bizarre de justification, qu'il y a j'étais libre, il y a une justification. C'était toujours fait dans mon imagination. C'était toujours fait dans mon imagination. Dans mon imagination. Qui n'a pas je pouvais penser à ce que je voulais. Et qui n'a pas besoin de les justifications. Nous allons dire. Très bien. Donc, on a dit question 4. Question 5. Alors, question 5. Le narrateur se trouve en prison. Montrez-le en relevant de ma taque. La question B. Narrateur à la King Station, je vais te lire deux mots ou bien deux expressions. Je dis les mots, je dis le kalimat, ou je dis le ta'abir. N'est pas de le connu ta'abir. Appartenant au champ lexical de l'emprisonnement. L'emprisonnement dit Station. Astrah ne fait chapitre à Adnaril, le haq de Dalali, Ando à la Kab Station. Qui n'a pas besoin de dire les mots, je veux le texte, Diana. On va le jouer pour la question. Donc, sauf maïen, qu'à l'autre texte, voilà 5 semaines que j'habite, très bien. Que j'étais non, chaque jour, chaque minute, alors c'était toujours, maintenant, je suis fait le paragraphe. Maintenant, je suis captif, haï. Aouel, qu'il m'a dit, il y a captif. Monsieur, je suis un mot. Yak. Ahna, maintenant, on dit, maintenant, expression. Haï, expression, maintenant, mon corps est offert dans un casque. On dit, qu'on l'a dit, derrière le champ lexical. Je suis dit, allez, ramse jaune, fin, fouh, le casque. تفقين كنا عندنا هادي اون بريزون هاي بريزون هي داخله كنا عندنا بزاف ديال لي زيكسبرسيون كنا عندنا الكرياج الكرياج ديال السجن الوغ تقريبا هادو هما لي زيكسبرسيون كنا عندنا واحد ليكسبرسيون غريل دو مون كاشو الكرياج ديال الكاشو دونك هادو هما لي زيكسبرسيون اللي او بيان هادو الشون ليكسيكال اللي عنده علاقه بلا بريزون او بيان لومبريزونمون دونك نحاولوا نكتبوا هاد لي ريبونس الوغ La question 5. Donc, il y a des expressions. On va dire deux mots. On va dire cachot.
وكاين عندنا كابتيف دونك حنا عطينا دو مو ديما ما نجاوبوش كثر من داكشي اللي قالوا لينا هما. كيسيون 6 لا كيسيون 6 alors شنو قالوا لنا في كيسيون 6 malgré ses efforts malgré les efforts ديالو شكون عملوا لنا عطور رغم لي زيفور ديالو كنقولو دار واحد الافور يعني كيدير واحد المجهود اكسيتيرا لو ناراتور ناريف با ا اوبليي سا كونداناسيون ا مور ريليفي دون لو تيكست ان كومباريزون كي لو مون يعني عامر اللي عاون المجهودات ديالو لو ناراتور ديالنا ما كيقدرش ينسى هاد ليدي هاد الفكره يعني مستحوذ عليه جبد ليا من التيكست واحد لا كومباريزون دونك هنا عندنا اون فيغور دو ستيل لا كومباريزون هي ملي كندير واحد لو رابروشمون اونتر دو تيرم تيكون عندنا لو كومبارون لو كومبار لو كومباري المشبه المشبه به على يد دان نوتيل دو كومباريزون يعني التشبيه او المقارنه يعني غنقلبوا في التكست على شي كومباريزون كتبين انه السيد راه بهاد لا كومباريزون انه ما قادرش ينسى هاد ليدي دو لا كونداناسيون ا بون دونك نلاحظوا معايا هنا لا كومباريزون نقلبوا التكست سيت سيت بوندون ايل سوغليس Alors, بالنسبة لا comparaison, très bien, احنا لقينا la comparaison. Donc, هذه هي la comparaison اللي عندنا. شوف معايا التكست, cette pensée, يعني علاش كترجع؟ على هاد ليدي انفيرنال جهنمية, comme un spectre à mes écoutes. هاي واحد la comparaison اللي كترجع على ليدي de la condamnation à mort. Donc, نحاول نكمل معاكم لي réponses غير بهاد الطريقة, نقولهم نتوما, باش ما نطولش بزاف في الفيديو. Cette pensée infernale, comme un spectre à mes côtés. Donc, هاي la réponse عندنا هنا. هذه هي لا كومباريزون اللي كتبين ان الناراتور ما قادرش ينسى دونك هذه هي الريبونس ديال لا كيسيون 6 تري بيان بالنسبه لا كيسيون 7 دونك بالنسبه لكيسيون 7 شنو قال لك لو سومي بوفيتيل بيرميتر اون ناراتور دوبليي مومونتانمون سا كونداناسيون امور الوغ يلا جاوبوني واش النعاس كيخلي لو ناراتور ديالنا ينسى مثلا اللحظه ينسى هذيك لا كونداناسيون امور واش هو وقال لك جيسي فوتر ريبونس اون فوز ابيون سير لو تيكست يعني انت كتقرا يعني هاد تجاوب على هاد لا كيسيون من التيكست يعني واش النعاس كيخلي الناراتور انه ينسى ليدي ديال لا كونداناسيون اللي قاري معايا التيكست واش في نظركم الناراتور ديالنا كانت كتخليه ينعس مزيان قبيل عاد شفنا واحد الجمله هاي قال لك سيميل كوم ان غوفران ا توت لي باغول كوم ادريس سكول وكتجي تلصق مع الكرياج ديال مونكاسو اي بيمون سيمي كونفيلسيف وتا اللي ما فهمش هاد كونفيلسيف في ليكزامان علاش كنقول لكم ديما فهموا او لا شوفوا هاد اللي هاد الكلمات اللي عاطين لكم هنا ليكسبليكاسيون ديالهم راه مهمين بزاف دابا هاي داير لي كونفيسيف داير لك 3 اللي ما قراهاش هنا اللي فهمها راه فهمها او اللي ما فهمهاش راه يجي هنا يشوف ليكسبليكاسيون ديالها هادي هي الريبونس ديال هاد لا كيسيون ها هو قال لك كونفيسيف هي متشنج قلت لكم في الاول يعني ما كتخليش ينعس ها كيبقى يتحرك هاي اجي تي اكسيتيرا كيبقى يتحرك دونك هادي هي لا فراز اللي كتبين انه راه ما كانش كينعس مزيان علاش وقال لك عاوتاني كتاثر لي على التشنج ديال النوم ديالو اكسيتيرا اي روباري دون مي ريف سو لا فورم دان كاتو كانت كتجي في الاحلام ديالي على الهيئه ديال واحد السكين اللي هو الكوتو ديال ليكزيكيسيون يعني لا كيوتين جو دي ان دو مي في يلا فقت واني كان مفزوع يعني كنتعرك العرق هابط مني بور سويفي باغ ال وهي تابعاني اي مي ديزون لاحظ معايا كتهضر معاه سوني كان غيف راه ما هو الا حلم مع واش شاف في الحلم ديالو شاف انهم صافي راه حاطين عليه السكين باغيين يقتلوه باغيين يعدموه هي غتقول لي ما هو الا حلم داكشي اللي شفتي انت هو حلم دونك هو اش غنقولوا الجواب ديال هاد لا كيسيون واش كتخليه ينعس مزيان نو علاش حيت كيدير دي كوشمار متفقين حيت كيدير واحد لي كوشمار ما كتخليش ينعس ولا ريبونس هي هادي لا جيستيفيكاسيون اللي عندنا في التكست دونك نحاولوا نكتبوا لي ريبونس بالنسبه لا كيسيون 6 دونك لا ريبونس ديالها قلنا لا فيغور دو سيل لا فيغور دو سيل هي سيت بونسي Infernal, comme un spectre. Donc, elle est la figure de C. Au bout de la question 7, donc, en gros, le narrateur dit un non. Ou est-ce que ce serait un sangoulo? Non. T'as fait une question. Go une question. Go le sommeil pouvait-il permettre au narrateur d'oublier? Ou est-ce que ce serait un sa la condamnation à mort? La job a ou l'a. Là, il y a un gros non. Non. Ou dit que la phrase quand même, le sommeil. Ne pouvait pas permettre au narrateur d'oublier
مومونتالمون يعني كيف كنقولوا حنا لحظيا مومونتالمون سا كونداناسيون يا اما دير لا جيستيفيكاسيون يا اما تجاوب من داكشي اللي فهمتي امور علاش سا كونداناسيون امور كار سا كونداناسيون امور كار il faisait يعني كيدير دي كوسمار بالليل يعني كيدير واحد لي لي كوسمار الاحلام احلامك دي كوسمار وهنا عندنا لا جيستيفيكاسيون في التكست ديجا قريتها معكم هنا غنوصلوا لا كيسيون 8 لاحظ معايا في كيسيون 8 شنو قالوا لينا كيلي لا توناليتي دومينون دون لو تكست لا توناليتي عقلتوا على هاد لا كيسيون اما تيقول لك توناليتي او بيان تيقول لك روجيست لو روجيست ليتيرير متفقين او بيان تيقول لك طون دونك هي النغمه اللي كتنتابك انت ملي كتقرا واحد التكست ها متفقين دونك لا توناليتي جينيرالمون حنا عارفين لي توناليتي اللي كاينين كاينه تراجيك كاينه باتيتيك تراجيك كيكون فيها لامور باتيتيك كيكون فيها لابيتي الشفقه ليغيت كيكون فيه لي سونتيمون اكسيتيرا كاين بزاف ديال لي روجي دونك هنا بما انه هنا شكون اللي جاوبني هنا توناليتي عندنا شوف راك ممكن يكونوا عندنا بزاف ديال لي توناليتي ولكن حنا كنشوفوا لي دومينو متفقين دونك لي دومينو عندنا في هذا الشابيتر راه هي لا توناليتي تراجيك علاش تراجيك حيت هنا عندنا لا بريزونس ديال لامور واش ما كتلاحظوش ملي هنا عندنا لا بريزونس الحضور ديال الموت في النص كله كنهضروا على الموت هاد ليدي ديال لا كونداناسيون امور الفكره ديال الموت لانه محكوم بالموت يعني راه الناس اللي داروا باتيتيك واللي غيك راهم بعدوا شويه علاش لانه تراجيك كاينه بزاف في هذا الشابيتر شوف يعني لي دي لا كونداناسيون امور كيفاش هي مستحوذه عليه مثلا كيهضر عليها هي كيهضر عليها هي كيدير استعارات كيدير ميتافور باش بلي دي لا كونداناسيون امور دونك بما انه عندنا لا بريزونس رد معايا باش نقول الا قال لك لا جيستيفيكاسيون حيت عندنا لا بريزونس دو لامور بما انه عندنا لا بريزونس دو لامور راه لا توناليتي اللي غتكون عندنا في هذا لا باساج يعني غنقولوا لا توناليتي دومينونت Dans ce texte est tragique. Je vais la justification. Donc, là, il y a la justification. Elle est tragique. Il y a une la présence de l'amour. On a les deux questions. Il y a une question. Il y a une question. D'après votre lecture de ce texte, croyez-vous que le narrateur mérite la peine de mort? Très bien. Ou j'ai suivi votre réponse par un argument. Un argument, واحد, c'est que le narrateur mérite. Mérite, c'est ce qui s'achète la peine de mort. Qui va dire que le narrateur est corrigé, je vais vous la question qui m'a dit tout le bain. Est-ce que vous voulez que je vous dise que vous avez fait le narrateur mérite, il y a un narrateur qui s'achète la peine de mort, il y a un argument, 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 كلك يلغي بغا ولكن متفق معاك راه فهمتي يعني اثر فيك فيكتور هيغو ولكن هنا رد البال قال لك دابري فوتر ليكتيغ دو سو تيكست راه ما قالش من لوفر كامل قال لك غير من هاد التكست اللي عندنا هنا الشيء القوالب فين كاينين من التكست يعني حنا من هاد التكست اشنا هو لاغيمون اللي غيخلينا نقولوا بلنا ان السيد راه ما كيستحقش لا بين دو مور حنا شنو عرفنا في هاد التكست شنو عرفنا اشنا هو لاغيمون اللي عرفنا لاغيمون اللي عرفنا في التكست هو انه هذيك ليدي ديال لا كونداناسيون امور كانت معذباه ساكناه اه ماطرا لي ما مخلياش ينعس هادشي اللي خاصك تكتب ليهم في هاد الريبونس كدير فيه داك لو سونتيمون ديال الالم ديال الرعب ديال القلق ديال لانغواس متفقين دونك هادي هي لا ريبونس ردوا البال راه قال لك من هاد التكست يعني لاغيمون اللي غنديرو عنده علاقه من التكست يعني غنحاولوا نجمعوا كاع لي زانفورماسيون اللي استافدنا من هاد التكست ونديرهم دونك كملنا هاد الورقه الوغ بالنسبه لا كيسيون 9 اش غادي نقولوا دابري هنا سنقولوا لا كيسيون ماش قال لك دابري لو تيكست ياك ها تسوا وبعي البال هاي دابري فوتر ليكتير دو سو تيكست دابري دابري سو تيكست اش غنقولوا لو ناراتور ياك لو ناراتور اللي هو ان كونداني ا مور ردوا معايا البال مزيان داكشي اللي قلت لكم لو ناراتور نو ميريت با نو ميريت ما كيستحقش نو ميريت با لا بين de mort. T'as donc le narrateur ne mérite pas la peine de mort, laisse, car
ساتيدي هادشي اللي عرفنا حنا بهاد التاكسي ياك انها راه معذبه ساتيدي ياك بلا ما نعاود التكرار نقولوا ساتيدي دو لا كوندوناسيون قلنا لا بين دو مور كار ساتيدي بروفوك يعني كدير فين بروفوك سي لوي باش ما نعاودوش لو ناراتور ان سنتيمون شتي كيفاش درت لها يعني جبت تمن الريبونس اللي درت ان سنتيمون دوغور ديال الرعب تافقا دوغور ديال دونغواس ديال القلق دونغواس وعرفنا عاوتاني شنو عرفنا في التكست عرفنا انه ديك ليدي كتسبب لي واحد لا تورتيغ واحد المعاناه فيزيكمون اي مورالمون اي لا دوبل تورتيغ لي اسيت pensée infernale min jib cette pensée awad nbqa nkarra la peine de mort jamais le texte tia hay pensée infernale dima ra amel texte qadr tjob cette pensée infernale cette pensée infernale physiquement hach qulna la double torture donc physiquement et moralement donc hna jawbna ala had la question rdou le bal الناس اللي جاوبوا فامي وداكشي راه ممكن ما يحصلش لك المصحيح لانك ما جاوبتيش من التكس لانه هذه الفكره اللي عندنا في التكس كتخلينا نقولوا السيد راه حشومه راه معذباه ما مخليهش ينعس مزيان كتاثر عليه اكسيتيرا دونك هذا هو الميساج اللي عندنا في الشابتر اخيرا عندنا لا كيسيون بالتالي غنكونوا خدينا 10 نقاط ديالنا افو تخافي دابا قال لك من الراي ديالك واش لا بين دو مور كوز سي اونيكمون اون سوفرونس فيزيك وقال لك عاوتاني جي سيفو ريبونس بار ان ارغيمون من الراي ديالك واش لا بين دو مور كدير غير واحد لا فيها غير المعاناه كي كنقولوا حنا في فيزيكمون يعني جسديه فقط اه جي سي فان نوغ دابا الناس هذا كيسون ساهله يعني بحال هادو هما اللي كيكونوا في برودكسيون كريت اصلا كيديروهم ليكم في كيسون 9 و 10 دونك واش هادي كيسون صعيبه ما صعيبهاش علاش لان حنا عارفين جميع انه لا كوندوناسيون مو اي واحد قاري فيكتور ايغو قاري هادي غيقول لك بلي راه ما فيهاش غير معاناه جسديه راه فيها معاناه معنويه وكثر كاع شنو كتسوى المعاناه المعنويه قدام المعاناه الجسديه هكذا غيجاوبك هادشي الا كان قاري الا ما كانش قاري راه غيبقى حالفك فمو الوغ غنقولو كيف عطاونا هما ليكسبريسيون لا بين دو مور غنقول ليهم لا بين دو مور كوز اوسي اون سوفرونس مورال راه فيها حتى المعاناة المعنوية متافقين علاش مثلا نقدر نقول لهم مثلا راه اون نوبلي حنا كنساو بلي اون نوبلي كو لو كونداني ا مثلا ايم نام راه عنده مسكين واحد شي حوايج اللي عندهم علاقه بالجسد اي نام عنده واحد الروح عنده مثلا ان كونسيونس عنده واحد ان كونسيونس مورال كيبقى يتعذب عنده مثلا اي ان كور ان كور ممكن نقول لهم مثلا انه نون سولمون باش ندير واحد ليكسبريسيون مع قال لك ارغيمون نون سولمون ماشي غير هادشي فقط مي لو كونداني كيف قدت الكرامه ديالو تيكولو كيدخل معنويا مي لو كونداني بير سا دينيتي ايمان هكذا غنكون كملت معاكم ليكزامان كيف كتشوفوا واحد ليكزامان اللي هو في المتناول الناس اللي هما خرجوا وتوفقوا في الماكسيموم ديال لي كيسيون نقول لكم تبارك الله عليكم منشاس لا سينياتور ديالي هي كلشي دونك تبارك الله عليكم دونك كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الكوريجي ديال هاد ليكزامان حاولوا تسكرينيو في البداية تسكرينيو التكس ولي كيسيون ديالهم دونك هادي هي هادو هما لي كيسيون اللي عندنا في هاد التكس حاولوا تسكرينيوهم من بعد تخدموا متافقين دونك هذا هو ليكزامان الثاني اللي كنخدمو ديجا كنت لحقت لكم ليكزامان الاولاني ديال لاكاديمي ديال كازابلانكا ليكزام ديال العام اللي فات ديال 2019 حتى هو طلعوا عليه وخرجوه راه كان تحطت فيه اونتيغون الوغ تبارك الله عليكم ما بقى لي سوا نودعكم بون شونس بون كوراج اي بون كونتينياسيون والله يسهل عليكم